أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي لغات. بنبدأ مع بعض النهاردة في دراسة منهجنا English World 9، وده طبعا خاص بمدارس اللغات بس. والنهاردة هنبدأ مع بعض دراسة Unit 1، بس قبل دراسة Unit 1 عندنا جزء كده خاص بالكتاب بتاعنا، بيعمل لنا Introduction، مقدمة، عشان نعرف الأحداث اللي هنشوفها في اليونتس أو الدروس بتاعتنا بتدور في مكان شكله إيه، وإيه الكاركترز أو الشخصيات اللي هتقابلنا برضو في الدروس بتاعتنا. الانترودكشن بتاعتنا عنوانها باي سيتي انترناشونال كوليدج، يعني كلية مدينة باي الدولية. طيب نبدأ بالنيو فوكابلري الأول قبل ما نقرأ الدرس. كلمة بروفيشنال طبعا معناه محترف، بيقول لنا relating to or characteristic of a profession، بيقول لنا هي حاجة محترف، دي حاجة لها علاقة أو خاصية من خواص إحدى المهن أو الحرف profession. طيب كلمة scientist طبعا يعني عالم، بيقول لنا هو a person، شخص learned in especially nature science، شخص متعلم في أحد العلوم الطبيعية. originally يعني أصلا، معناها برضو initially أو in the beginning أو كمان in the first place. كلمة run معناها to manage أو to operate، اللي هو يدير أو يشغل. architect اللي هو المهندس المعماري، a person who designs buildings، هو الشخص اللي بيصمم لنا المباني. establish يعني يؤسس أو يقيم، جايب لنا الديفينيشن بتاع الكلمة to bring into existence، يعني هو الشخص اللي بيجيب لنا حاجة للوجود. aged معناه عن عمر أو في عمر، وكمان بيقول لنا في الديفينيشن at the age of having attained a specified age، هو في عمر كذا. refinery اللي هو معمل تكرير، بيقول لنا a building and equipment، هو عبارة يا إما عن مبنى أو أجهزة، for refining or processing something، المبنى أو الأجهزة دي بتعمل تكرير أو عملية في عمل شيء معين such as oil or sugar، زي كده في عملية تكرير oil اللي هو البترول أو الشجر اللي هو طبعا السكر. airplane pilot اللي هو طيار معينة، a person who flies، هو الشخص اللي بيقود طائرة، or is qualified to fly، حد مؤهل إن هو يسوق طيارة fly an aircraft or spacecraft، سواء طيارة عادية أو مكوك فضائي. طيب دي الكلمات عندنا طبعا في الدرس بتاعنا هنقرأه مع بعض. عندنا طبعا بيشرح لنا الأول، بيقول لنا Bay City International College، كلية مدينة باي الدولية، was established in 2005، تم تأسيسها في السنة دي. Some of the students come from Bay City، بعض الطلبة في الكلية دي جايين من مدينة باي، but most of them، ولكن غالبية الطلبة، come from abroad، جايين من الخارج. They are studying at the college، هم بيدرسوا في الكلية دي، because their parents have come from many different parts of the world، لأن والديهم جاءوا من أماكن مختلفة من العالم to work in and around Bay City، جم علشان يشتغلوا في المدينة أو بالقرب من مدينة باي. The college has over 500 students، بيقولوا لنا الكلية فيها أكتر من 500 طالب، aged between 12 and 18، بتتراوح أعمارهم ما بين ال 12 وال 18. The principal is Miss Helen Jackson، principal اللي هو مدير الكلية هي Miss Helen Jackson. هيبدأ دلوقتي يقدم لنا شخصيات كتير من طبعا من دول مختلفة، فهنلاقي شوية الأسماء بتاعتهم غريبة بالنسبة لنا، فهنحاول إن إحنا بس ما يهمناش الأسماء ولا حتى جنسيات، بس نعرف المحتوى بتاع كل شخصية أو بعض المعلومات عنهم. هاي، أدي أول شخصية. My name is Todd Olson.
and I'm American. أنا أمريكي. My family came to Bay City 4 years ago. عائلتي جت مدينة باي من 4 سنين. When my dad got a job, لما والده حصل على وظيفة with an oil company, وظيفة في شركة بترول. He is an engineer. والده طبعا مهندس. شخصية تانية. I am Natasha Sims. Everyone calls me Tasha for short. بتقول إن الناس كلها بتناديها تاشا كنوع من الاختصار، يعني بدل ما يقولوا ناتاشا بيقولوا تاشا. I'm 17، عمري 17، and I come from Bristol in the UK. جيت من مدينة بريستول في اليونايتد كينجدوم، الولايات المتحدة. سوري، المملكة المتحدة، UK اللي هي إنجلترا يعني. My parents are working as architects. والدي بيشتغلوا كمهندسين here in Bay City في المدينة. شخصية كمان. My name's Lucy Duval and I am French. فرنسي. My father is an airline pilot for Bay Air. والده بيشتغل في كطيار في طبعا خطوط الجوية لمدينة باي. شخصية كمان. My name's Ramon Acosta. I am 16 and I am from Mexico, من المكسيك. My parents are both doctors at Bay City Hospital. والدي الاتنين بيشتغلوا أطباء في مستشفى مدينة باي. شخصية كمان بتقول لنا Hi, I am Florence Duval. طبعا تبقى لوسي دوفال. I am Lucy's sister. وأنا أخت لوسي. شخصية كمان. My name's Rudy Henning and I come from Johannesburg in South Africa. جاية من جنوب أفريقيا. My dad runs the big golf hotel. والدها بيدير فندق الجولف الكبير just outside Bay City، وده خارج المدينة. My name is Gustav Handman. I am 16 years old and I come from Vienna in Australia. شخصية كمان. My name is Vincenzo Eroldi and I come from Milan in Italy. كمان. My name is Eva Zimanova. I come from Prague, the capital of the Czech Republic. جاية من جمهورية التشيك. الأسماء غريبة، معلش. My name's Giorgio Bianco and I am Italian too. كمان. Hello, I am Marit Ekman and I am from Sweden. I've been at the college for 2 years. بقاله سنتين في الكلية. My dad runs a travel company. والده بيدير شركة سفريات. And my mom is a professional photographer. مصور محترف. My name is Li Chen and I'm Chinese. I'm 18 years old. My father is a businessman. I arrived in Bay City 2 weeks ago. وصل هنا من أسبوعين. And I'm going to stay for a year. هيقعد هنا سنة. After that, I'll go back to China. هيرجع مرة تانية الصين. Hi, I am Liam Devlin and I am Irish. My dad works at the oil refinery. شغال في تكرير، معمل تكرير البترول. Hello, I am Zafira Karam. My family is originally from Lebanon. عائلتها أصلا من لبنان. But I was born in Bay City. ولكن اتولدت هنا في المدينة. My parents own a Lebanese restaurant. بيملكوا مطعم لبناني. It's one of the best restaurants in Bay City. من أفضل المطاعم في المدينة. My name is Mimi Pon and I come from Montreal in Canada. My father is a scientist and my mother teaches French here at the college. بتدرس مامتها، باباهم عالم ومامتها بتدرس
اللغة الفرنسية في الكلية هنا. I'm Helen Jackson. I've been the principal of Bay City International College since it opened in 2005. طبعا دي بقى شخصية البرنسبال اللي هي المدير، مديرة الكلية، أو ممكن نقول عميد الكلية يعني. وطبعا هي موجودة أو شغالة الوظيفة دي من بداية افتتاح الكلية. آخر شخصية عندنا My name is Kurt Asper and I come from Switzerland. I've been a student at the college for 3 years. وقالها 3 سنين في الكلية. بكده انتهى الانترودكشن بتاعنا. الجزء ده هنحله مع نفسنا، والحصة القادمة ان نحله مع بعض، نتأكد ان احنا حفظنا الكلمات او الفوكاب الجديدة، ونبدأ مع بعض دلوقتي يونت 1. نبدأ مع بعض بدراسة يونت 1 اللي عنوانها An International School، يعني مدرسة دولي. ممكن نقولها International School برضو بالنطقين صح. نبدأ مع بعض قراءة الكلمات الأول. Conserve، conserve ده verb معناه يحفظ، ومعناه to keep safe، يحافظ على حاجة آمنة، and in good condition، في حالة كويسة. conserve. crucial، crucial دي صفة أو adjective معناه حيوي أو جوهري أو مهم. extremely important. emission، emission ده معناه انبعاث. when gas heat light is sent out، أي حاجة بتنبعث بنقول عليها emission. eye-catching دي صفة اللي هو يخطف العين، أو معنى ملحوظ أو جذاب. very attractive or notable ملحوظ. roughly، roughly دي adverb معنى تقريبا، معنى كمان approximately، approximately حاجة بالقرب من around كذا. storehouse، storehouse اللي هو المخزن. A building where things are kept for future use. بيقول لنا هو مبنى حيث الحاجات بتحفظ للاستخدام في المستقبل، بنخزنها يعني. sustain the verb معناه يستمر أو يستديم، to continue. terrestrial، terrestrial دي صفة معناها أرضي أو دنيوي، أي حاجة relating to the planet Earth، حاجة مرتبطة بكوكب الأرض. terrestrial، terrestrial. عندنا كمان thriving، thriving دي صفة معناها ناجح، متطور أو مزدهر. in English growing، developing، to be successful. هو الفيرب بتاعها هنشيل الـ ing ويبقى e مكانها، thrive اللي هو يزدهر، thrive. وطبعا الصفة thriving. essential، essential يعني مهم جدا، very important. deforestation، deforestation طبعا جذر الكلمة هي كلمة forest اللي هي غابة. deforestation الـ opposite بتاعتها بقى اللي هي إزالة الغابات، معناها the cutting down of trees in a large area، قطع أشجار في مساحة كبيرة، أو كمان the destruction of forests by people، دمار الغابات بواسطة الناس. greenhouse اللي هي صوبة زجاجية، بيقول لنا a building made mostly of glass، هو مبنى غالبا معمول كله من الإزاز. in which plants are grown، طبعا دي أحيانا بيعملوا الجرين هاوس عشان يوفروا الدفء للنباتات تبقى مزروعة مش في مكان المناسب، بس طبعا الجرين هاوس هنتكلم عنها بشكل مختلف المرة دي. livelihoods، livelihoods اللي هو سبل الرزق أو العيش، بيقول لنا معناها كمان the money people need to pay for food، هي الفلوس اللي الناس محتاجاها عشان تدفع تمن الطعام. a place to live والمكان اللي بيعيشوا فيه، clothing etc، كل الحاجات اللي هي سبل العيش يعني أو سبل الحياة. livelihoods. biodiversity، biodiversity اللي هو تنوع الحياة البيئية،
بيقول لنا the number and the types of plant and animal species that exist in a particular environment. هو عدد أو أنواع النباتات أو فصائل أو أجناس النباتات والحيوانات اللي موجودة في بيئة معينة. Biodiversity التنوع البيئي. Combine ده فيرب معناه يضم أو يجمع. بيقول لنا containing something as a part of something else، حاجة بتحتوي حاجة تانية. Absorb اللي هو يمتص. To take in liquid, gas or another substance from space. بيقول لنا إنك تاخد take in تستوعب أو تمتص يعني سائل أو غاز أو أي مادة أخرى من الفضاء. هكتير طبعا دي وحدة قياس، بيقول لنا a unit for measuring area، وحدة قياس مساحات، equal to 10,000 square meters اللي هي بتساوي حوالي 10,000 متر مربع هكتير. diversity اللي هو بقى التنوع، بيقول لنا when many types of things or people included in something، يعني لما يبقى في حاجات أو ناس بينضموا أو بيشتملوا جوه شيء معين. greenhouse gas إحنا خدنا الجرينهاوس من شوية اللي هو الصوبة الزجاجية، أمال إيه بقى غازات الصوبة الزجاجية؟ بيقول لنا a gas which causes the greenhouse effect، هي الغازات اللي بتسبب بقى الأرض وبتعمل الكرة الأرضية وكأنها صوبة زجاجية. طبعا الغازات دي أهمها especially الكربون دايوكسيد، غاز ثاني أكسيد الكربون. كربون سينك بيقول لنا أو بالمعنى الترجمة الحرفية اللي هو مغطس الكربون، بيقول لنا هي منطقة في الغابة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون. An area of forest which is large enough، هي منطقة من الغابة بتبقى ضخمة كفاية to absorb important amount of CO2، بيقول لنا والمنطقة دي بتمتص كميات كبيرة من CO2 اللي هو الكربون دايوكسيد from the atmosphere من الغلاف الجوي to reduce the effect of global warming. طبعا لما الامتصاص ده بيحصل ده بيقلل طبعا تأثير مشكلة أو ظاهرة الاحتباس الحراري. دي الفوكاب اللي عندنا في الجزء ده. طبعا عندنا مجموعة من الأسئلة اللي تشوز هنحلها في الهومورك، وفي الحصة القادمة نتأكد من الحل مع بعض، نحلها تاني مع بعض. طيب هنقرأ دلوقتي الدرس ريدنج بتاعنا، وهحاول أوقف الأوديو عشان نترجم part by part كده. Reading. A personal message from International Forests. Now you really can save the planet. You may know that carbon, CO2, emissions are creating the greenhouse gas effect. It may surprise you to know that deforestation affects the planet more than the carbon emissions from every plane, car, truck, ship and train on the planet combined. Forests are carbon sinks. They absorb carbon and help to control the global climate. But 80% of the world's forests have already been damaged or destroyed. Each year, more than 13 million hectares of forests disappear, an area roughly as big as England. To put it another way, a forest area the size of 35 football pitches is lost every minute. طيب هنا بيقول لنا دي رسالة شخصية من الغابات الدولية، بيقول لنا دلوقتي أنت تقدر تنقذ الكوكب. بيقول لنا أنت أكيد عارف إن الـ CO2 اللي هو الكربون دايوكسيد إميشن ده بيخلق لنا غازات الاحتباس الحراري وتأثيرها طبعا، بس هيدهشك إن أنت لما تعرف إن التصحر أو تأثير التصحر أو القضاء على الغابات يعني إزالة الغابات من على الكوكب تأثيرها
أكبر كمان من أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون من كل الطائرات والسيارات، كل يعني مصادر انبعاث لثاني أكسيد الكربون. بيقول لنا إن الغابات تعتبر هي مغطس الكربون، لأن هي اللي بتمتص الكربون ده وبتساعد طبعا في التحكم في ظاهرة الطقس أو الجلوبال كلايمت اللي هو التغير المناخي. وحوالي 80% من غابات العالم بالفعل تم تدميرها والقضاء عليها. بيقول لنا كل سنة أكتر من 13 مليون هكتار من الغابات دي بيختفي، وده تقريبا مساحة تقريبية قد كده إنجلترا. بطريقة تانية، إن مساحة الغابات first area the size of حوالي 35 ملعب كرة قدم بيفقد أو بيتم تدميره كل دقيقة. نكمل. If we want to limit emissions and survive climate change, the destruction has to stop. Without healthy, thriving forests, planet Earth cannot sustain life. They are home to 80% of all terrestrial biodiversity. Tropical forests should be seen as one of the greatest storehouses of nature's diversity on Earth. Of all of the world's land species, around two-thirds live in forests. Many of these rare creatures, orangutans, tigers, jaguars, forest elephants, and rhinos, are increasingly threatened by extinction. اوكي، بيقول لنا لو انت عايز تحد من الانبعاثات وتنقذ الكوكب من التغير المناخي ده، لازم دمار الغابات ده يتوقف. بيقول لنا بدون غابات مزدهرة وصحية، كوكب الأرض مش هيقدر يستمر في الحياة. بيقول لنا إن الغابات دي 80% من التنوع البيئي على كوكب الأرض أو الأرض ده موجود في الغابات دي، وإن الغابات الاستوائية لازم نشوفها كواحدة من أعظم مخازن التنوع الطبيعي على الأرض. وبيقول لنا كمان إن كل الأصناف أو الفصائل الموجودة على كوكب الأرض دي تلتينها عايش في الغابات. وبيقول لنا كائنات نادرة زي الأنواع دي كلها بيقول لنا مهددة بالإنقراض. نكمل. If we want to keep these animals and others, the destruction has to stop. Forests are essential to civilizations and crucial for economic development. They offer access to water, agricultural productivity, energy, soil conservation, and flood control. Over 1.6 billion people worldwide, that's nearly a quarter of the current world population. Depend on forest resources for their livelihoods, and many rely on forests for food, shelter, and water. Forests affect the lives of all our people. Yet while people are dependent on forests, our forests are also dependent on people. The Environment Minister of the Philippines, speaking at the United Nations Forum on Forests, 9th Session, 2011. بيقول لنا لو انت عايز تحافظ على الحيوانات دي واخرى، لازم الدمار بتاع الغابات ده يتوقف. بيقول لنا الغابات ضرورية جدا للحضارات وشيء مهم جدا لنمو الاقتصاد. بيقول لنا ان الغابات دي تعتبر هي مخزن المياه والمنتجات الزراعية والطاقة وحفظ التربة والتحكم في الفيضانات. وبيقول لنا أكتر من 1.6 billion people حول العالم دول تقريبا اللي هم ربع السكان الحاليين في العالم بيعتمدوا على الغابات كمصدر لمعيشتهم، وكمان بيعتمدوا على الغابات كطعام ومأوى والمياه بتاعتهم كمان. بيقول لنا إن وزير الفلبين
في منتدى الأمم المتحدة للغابات في سنة 2011 قال الجملة اللي هي between speech marks دي، بيقول لنا إن الغابات تؤثر على حيوات الناس، وبينما إن الناس كمان بيعتمدوا على الغابات، الغابات برضو بتعتمد على الناس. نكمل. If we want to help people live in their forest communities, the destruction has to stop. 2011 was declared by the United Nations as the International Year of the Forest. Let's go forward from there. International Forests works to preserve existing forests throughout the world and plant new ones. Together, we can work for the future of our planet. Donate now to International Forests worldwide projects and stop the destruction. You can donate online at www.internationalforests.org or send checks to International Forests, 740 City Road, London, N22 6BW. بيقول لنا لو انت اردت ان انت تساعد الناس اللي عايشين في المجتمعات الغابات ديت، لازم الدمار اللي بيحصل الغابات ده يتوقف. بيقول لنا عام 2011 ده اعلن من الامم المتحده كان كعام الدولي للغابات. بيقول لنا خلينا نتقدم ونبدا نعمل International Forest Works to preserve عشان نحمي الغابات الموجوده حول العالم. ومش بس كده، ان احنا لازم كمان plant new ones، نزرع غابات اكتر، معا لنستطيع ان نعمل من اجل المستقبل على كوكبنا. بيطلب طبعا ان احنا دونيت، تبرع الان لمشروعات الغابات الدولية حول العالم، و stop the destruction، ولوقف الدمار. بيقول لنا تقدر تتبرع على اونلاين عن طريق الويب سايت بتاع البروجكتس المشروعات دي، او تبعت الشيكات على العنوان البريدي ده. طبعا العنوان المفروض، المقال اللي احنا قريناه او الموضوع اللي احنا قريناه ده، المفروض persuasion، المفروض بنتعلم ازاي نكتب مقال اقناعي او مقنع حوالين موضوع معين. طبعا هنا بيكلمنا او التوبيك بتاعنا كان عن حماية الغابات او اهمية الغابات، وازاي طبعا في النهاية ان انت لو اقتنعت ان انت تبدأ دونيت للبروجيكتس ديت وتبعت لهم مساعدات. طيب عندنا دلوقتي مجموعة من الايديومز، المصطلحات and expressions، نقراها مع بعض. application for، application for طلب توظيف. one fourth، one fourth اللي هو ربع. third اللي هو ثلث. two thirds تلتين يعني. make a choice يختار. go forward يتقدم للأمام. throw out the wallet، throw out the wallet في كل أنحاء العالم. download an application يعني حمل تطبيق. eye catching اللي هو ملفت للنظر أو خاطف للأنظار. oil refinery اللي هي محطة تكرير البترول. application اللي هو تطبيق. make notes يعني يدون ملاحظات. take place equal happen يعني الاثنين معناهم يحدث. sort out يعني يصنف أو يصنف. طبعا هنحل ال rewrite دي برضو وهنعمل check لها في السيشن القادمة. عندي برضو شوية كلمات فيها prepositions، حروف جر، لازم نحفظ حروف الجر اللي جاية مع كل كلمة من دولت. in good condition يعني في حالة جيدة. special about يعني خاص عن حاجة معينة. take notes of يعني يلاحظ أو ياخد ملاحظات عن حاجة معينة. spend money on ينفق مالا على. essential to ضروري لي. to crucial for ضروري لي. ناخد بالنا من حرف الجر مع كل كلمة. crucial for، essential to، persuade to. persuade اللي هو يقنع أو يقتنع بيه. a good place for مكان جيد لي،
join in ينضم لي convince somebody دي اختصار somebody or someone convince someone or somebody of something برضو دي اختصار اللي هو يقنع شخص ما بشيء ما convince equal persuade برضو find out about اللي هو يكتشف عن حاجة معينة fill in يملأ استمارة depend on equal rely on يعتمد على dependent on اللي هو معتمد على دي صفة طبعا من الفيرب ده depend dependent مستقل يعني. اوكي هنحل طبعا الاكسرسايزز دي سواء ريرايت وفي بعض الاكسرسايزز موجودة او جاية من كتاب الورك بوك برضو يعني نوعا ما مفيدة هي مش أسئلة امتحانات ولكن طبعا دي هتساعدنا إن احنا نحفظ النيو فوكاب اللي عندنا والأديومز الكتيرة اللي ممكن تبقى جديدة بالنسبة لنا فياريت نحلها وهنعمل تشيك عليها السيشن القادمة إن شاء الله.